تواصل القوافل الطبيه جولاتها بمختلف محافظات الجمهوريه ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه ففي وحدة طب الأسرة بأبو رمادة بمدينة حلايب أقيمت قافلة طبية حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج لنحو 123 حالة بمختلف التخصصات الطبية منها إجراء 27 فحصا معمليا و18 فحص أشعة وسونار كما تم إجراء 23 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة يأتي ذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر